بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ معاكم جزء جديد في الباور سيستم انجينيرنج 1، وهي حسابات البريونت كالكوليشن. البريونت كالكوليشن دي بنستخدمها لما بيبقى عندي سيستم كبير، سيستم فيه جنريتورز وفي ترانسفورمرز وفي ترانسميشن لاين. المشكلة كلها لما بنيجي نعمل حسابات عايز نشوف التيار بتاعي اللي هيسحب اللود عشان اشوف الجنريتور هيطلعه قد ايه، فبيبقى عندي مشكلة في الليفلز المختلفة من الجهود بالنسبة للترانسفورمرز. هي المشكلة الأساسية بتاعتي لما يبقى عندي ترانسفورمرز. لكن لو كان عندي جنريتور متوصل على اللود مباشرة عن طريق خط، فدي مفيش مشكلة فيها إن أنا أحسبها بالطريقة العادية أو بحسابات البريونت كالكوليشن. لكن المشكلة الأساسية لما يبقى عندي ترانسفورمرز، فبقى عندي ليفلز مختلفة من الجهود، فلما نيجي نحسب الفولتج دروب أو نحسب التيار بتاعي اشوف ايه، بقى عندي تيارات مختلفة في زونز او في مناطق مختلفة، بقى بيظهر المشكلة دي. عشان كده لجأنا لمين؟ لحسابات البريونت كالكوليشن، لان احنا عارفين ان احنا لما بنتعامل مع الاي سيستم، وخصوصا لما بنتكلم على بالانسد 3 فيز سيستم، فاحنا بنقول والله ان احنا هناخد الفيزا ايه ونتعامل معاها ونشوف تياراتها ونشوف جوهتها والكلام ده كله، وبعد كده بنشوف في الستين التانيين اللي هي بي وسي، بتبقى الماجنتيود نفس الماجنتيود، ولكن بيبقى فيه فيز شيفت بزاويه 120 درجه، اللي هي البي بتبقى سالب 120 والسي سالب 240 او موجب 120، ويبقى السيستم بتاعي بالنسبه لي متزن. فانا بنتعامل مبدئيا مع سنجل لاين دايجرام، ثم بنحول السيستم الى امبيدنس دايجرام او رياكتنس دايجرام. عشان كده لازم نتعامل مع مين؟ مع حسابات البريونت كالكوليشن. احنا في الوضع العادي بتاعنا في النورمال اوبريشن بنتعامل مع قيم ستيدي ستيت فاليو، ما بناخدش في اعتبارنا الفولت، ما بناخدش في اعتبارنا السيركت بريكر الموجود، ومش فارق بتاعنا. فبنعمل حسابات البريونت كالكوليشن خلاص عشان خاطر نشوف التيارات والجهود بتاعه السيستم عامل ازاي. ده سيستم كإكزامبل، في اتنين جنريتور متوصلين على بس بار، عندي في اس ثم ترانسفورمر. الجهد بتاع الجنريتور له ريتنج معين او ليفل معين، ثم بعد كده متوصل على بس بار ثم ترانسميشن لاين. الجنب او الجنب بتاع الترانسميشن لاين طبعا بنرفع الجهد، فبقى ده هاي فولتج سايد، فده ليفل تاني مختلف من الجهود. ثم بوصل على الاصبار، ومن ثم في ترانسفورمر. ترانسفورمر بياخد جهد كبير في نازل وجهد صغير للفي ريسيفنج للموتور او لللود بتاعي، وده ليفل تاني من الجهد. بقى انا عندي كده ثلاثه ليفل من الجهد، في ليفل بتاع الجنريتورز، في ليفل بتاع الترانسميشن لاين، في ليفل بتاع مين؟ بتاع الموتور او اللود. فعشان نيجي نعمل ونشوف الفلو بتاع التيار بتاعي او الباور بتاعتي، فالمفروض هيطلع من الجنريتور ثم يوصل للموتور. لما نيجي نحسب ونشوف الامبيدنس دايجرام او الرياكتنس دايجرام ونشوف الحسابات بتاعتي، مش هينفع لان انا عندي ليفلز مختلفه موجوده، مش ما اقدرش احسبها. عشان كده هنلجا لمين؟ لحسابات البريونت كالكوليشن. ده معظم السيمبلز اللي قدامنا ديت هي اللي بنتعامل معاها. ده شكل جنريتور في جي او في شكل ساين ويف كده، خلاص دي شكل ترانسفورمر. ساعات الترانسفورمر بيشكله دايرتين في بعض، ده شكل ترانسميشن لاين، وادي الباسبارز وادي الموتورز. ده اختصار لمين؟ للاشكال المختلفه عندي. ده الجنريتور ممكن يتكتب بشكلين، جنريتور لو دي سي ممكن يبقى تحتيه شرطه الثري فيز متوصله دلتا او ستار، الثري فيز لو متوصله ستار جراوندد ايرسد او ايرسد، يعني لو سنجل فيز او تو فيز مش تريفيز. فده شكل الكونكشنز المختلفه بالنسبه لي. انا قلت في الكلام امبيدنس دايجرام، الامبيدنس دايجرام هو الشكل اللي احنا شفناه من شويه، ده كان سنجل لاين دايجرام. انا السنجل لاين دايجرام ما بتعاملش معاه، ما بعرفش اتعامل معاه مباشره، هو شكله كده عشان اشوف الكونستراكشن بتاع السيستم عموما. لكن عشان خاطر احلل واشوف التيارات واشوف الجهود فولتج دروب واشوف الليفلز الفولتج بروفايل والكلام ده كله، لازم اتعامل مع الامبيدنس دايجرام. انا بمثل السيستم بالجنريتور ب فولتج سورس بيهايند رياكتنس او بيهايند امبيدنس.
ثم ترانسفورمر بامبيدنس ثم ترانسفورمر امبيدنس، وفي الاخر اللود ممكن يبقى ستاتيك لود يبقى امبيدنس ار واكس، يا اما دايناميك لود اللي هو عباره عن موتور يعني بيبقى امبيدنس بيهايند باك ام اف بيهايند جهد يعني. تمام، ده اللي هي الايه الكومبوننت بتاعتنا. فاحنا ممكن بيقابلنا في الطريق بيقابلنا باسبار، فاحنا ممكن الباسبار بيبقى الامبيدنس بتاعته او الريزيستنس بتاعته صغيره فاحنا بنهملها، بنهمل الماجنتيزيشن امبيدنس بتاع ترانسفورمر يعني الطرف اللي هو بتاعنا امبرر مع الترانسفورمر، الترانسفورمر لما نيجي نمثله بنلاقي فيه امبيدنس او ان سيريز، وبنلاقي امبيدنس امبرر اللي هي الماجنتيزيشن فاحنا بنهملها لان قيمتها كبيره فما بتخش فيها تيارات غير تيارات صغيره فممكن نهملها للتبسيط في الحل بتاعنا. ده شكل الامبيدنس دايجرام. تمام، وعليه ده الامبيدنس دايجرام زي ما احنا قلنا هيتمثل الجزء بتاع الجنريتور ب انديوس دي ام اف جنريتور رقم واحد مع اكس واحد جنريتور واحد مع الار بتاعت جنريتور واحد اللي هي زد جي واحد برضو انبرل لان هما كان الاتنين جنريتور بالتوازي مع بعض متواصلين عند باص بار عند في اس اللي هو الاي جي 2 مع زد جي 2 الامبيدنس ار واكس. احنا زي ما احنا قلنا ممكن نهمل الار لان الجنريتور لما الريتنج بتاعه كبير او الترانسميشن لاين يبقى طويل او ترانسفورمر الريتنج بتاعه كبير فالار تبقى قيمتها صغيره خالص بالنسبه لمين للاكس فممكن نهملها، زي في الترانسميشن لاين لما بنتكلم في لونج ترانسميشن لاين ممكن القيمه توصل لتسعة امثال الاكس توصل لتسعة امثال الار فممكن نهمل الار بالنسبه لها ويبقى السيستم بتاعنا كله رياكتنس دايجرام زي ما هنشوفه كمان شويه. الترانسفورمر بيمثل ب اكس وار، الترانسميشن لاين اكس وار، ترانسفورمر الثاني اكس وار، ثم اللود لو اللود كان دايناميك لود في موتور يبقى باك ام اف معاه ار ومين واكس ال اللي هي زد ام، وبيعرف برضه بالريتنج بتاعه البي ار والباور فاكتور والتيار بتاعه او الاس او يعرف اللود بتاعنا كام. لو كان رياكتنس دايجرام فاحنا بنهمل الار فبيظهر بالشكل ده جنريتور اي مع اكس اي ومع اكس بتوازي مع بعض زي ما الاثنين جنريتور كان متوازي، ثم اولي مع اكس بتاع ترانسفورمر اكس ترانسفورمر لاين اكس ترانسفورمر الثاني. لما نيجي نشوف في دايره زي دي كده المفروض الموتور هياخد تيار، التيار ده هيجي له منين؟ من الاثنين جنريتور بالتوازي، هيعدي على ترانسميشن لاين عن من خلال الاثنين ترانسفورمرز، فالتيار اللي عند الموتور مختلف قيمته عن اللي في ترانسميشن لاين، مختلف قيمته عن مين؟ عن الايه؟ اللي في الجنريتورز، لان انا عندي ترانسفورمرز في النص، فبقى عندي ليفلز مختلفه موجود فهيعمل لي تيارات مختلفه، لان الترانسفورمر الريتنج بتاعه واحد، لكن نسبه التحويل بتاعه في 1 على في 2 يساوي ان 1 على ان 2، يبقى التيار هيبقى اي 1 على اي 2 يساوي ان 2 على ان 1، يعني هيرفع الجهد يقلل التيار، فيبقى التيار قيمته مختلفه في كل زون. لما نيجي نجمع ما ينفعش نجمع بتيار واحد، ما ينفعش نمثل الشكل ده، عشان كده هنلجا لمين؟ للبريونت كالكوليشنز. عشان كده هنروح للبريونت كالكوليشن ونفرض القيم بتاعتنا اجمالا، شوف الكود بتاعنا، نشوف القيم بتاعتنا، لازم نبص على الكونات بتاعت السيستم كلها اجمالا. ده بالنسبه للسيستم كله لازم اشوف جهودي وتغيراتي عشان نشوف حسابات البريونت كالكوليشن. عند القانون ده الحاجه الاساسيه بالنسبه لي ان البريونت فاليو بتساوي الاكشوال فاليو على البيز فاليو. البريونت قيمه البريونت، انا هخلي السيستم كله اشوفه بسكيل واحد، ماشي؟ عشان اشوفه بسكيل واحد يبقى لازم عندي معادله ثابته بالنسبه للكل اللي هي البريونت فاليو. قيمه البريونت فاليو بتاعتي انا بتكلم على جهد، بتكلم على تيار، بتكلم على باور، بتكلم على امبيدنس، كلهم هتبقى بريونت، فلازم يبقى لي بيز حاجه مرجع ليا بالنسبه للكل. خلاص، يبقى انا هجيب القيمه الاكشوال غير الاكشوال الزد الاكشوال واقسمها على البيز تديني بريونت، بقيت شايف السيستم كله بصبغه واحده. بعد كده لما احسب تياراتي احسب جهودي مش عارف ارجع للاكشوال فاليو، تبقى الاكشوال فاليو بتساوي البيز اللي كان عندي في البريونت اللي انا جبتها. ده الحسابات بتاعتي اجمالا. القيم بتاعتي البيز فاليو ديت بتبقى القيم بتاعتي ريال بس او
قيم ماجنتيود بس، لكن الاكشوال بتبقى ماجنتيود وزاويه. فلما نقسم الماجنتيود زاويه على قيمه بس، فهتطلع الماجنتيود يبقى باليونت، والزاويه تفضل زاويه زي ما هي ما بتتغيرش. عشان بس نبقى واخدين بالنا، زي ايه؟ زي احنا لو احنا عندنا الباور، الباور اللي هي الاس بيساوي في في اي كونجيجيت. معروف ان الاس بيساوي في في اي كونجيجيت، يعني الزاويه بتاعه التيار بتبقى سالب، نجم على 180 درجه يعني. الاس بتطلع لها زاويه ثيتا بتساوي في وزاويه الفا مضروب في اي وزاويه سالب بيتا لو بنتكلم على لاج. خلاص، اذا المحصله بتاعتهم هي زاويه ثيتا. انا بقول كونجيجيت هي زاويتها بيتا، كونجيجيت يعني السالب بيتا بقى، لان زاويه التيار هو اي هي بيتا. لما اقول كونجيجيت يبقى سالب بيتا، خلاص ده اشاره فيها سالب. غيرت اشاره مين؟ مش قلت مش 180 درجه، لا ده غيرت اشاره مين؟ الزاويه، يا اما بغير زاويه الايه؟ التخيلي، اشاره التخيلي. فده الجود بتاعنا الكافيزر، التيار الكافيزر والكونجيجيت بتاعه يديني مين؟ يديني الباور بتاعتي. الباور بتاعتي هنختار انا، هنختار انا من عندي ريال فاليو للاس بنسميها اس بيز بالفولت امبير. الاس بتاعتي اللي هي ليها مقدار وزاويه ثيتا، لو قسمتها على الاس بيز يديني الاس بريونت. يبقى الاكشوال، يبقى الاكشوال على الاس بيز ليها قيمه بس مالهاش زاويه، وزاويه ثيتا يديني قيمه بريونت وزاويتها ثيتا زي ما هي. هيساوي مين؟ جهد وليه زاويه في تيار وليه زاويه على مين؟ على اس بيز. الاس بيز دي بتساوي ايه؟ انا عند المعادله زي ما هي، اس بيز بتساوي في بيز فاي بيز. الكلام اللي احنا بنقوله كله دلوقتي بنتكلم، لو بنتكلم على سنجل فيز خلاص، يبقى وجود في تيار مباشره يديني اس. الاس بيز يساوي في بيز فاي بيز، يعني الاي بيز يساوي اس بيز على في بيز. انت ايه؟ خلاص هي الحكايه بتؤدي لبعضها. فلما نقول اس اكشوال على اس بيز وزاويه ثيتا، اس اكشوال وزاويه ثيتا على اس بيز يساوي في وزاويه ثيتا الفا في اي وزاويه سالب بيتا اللي هي الكونجكت بتاعها على مين؟ على في بيز في اي بيز. خد الجهد بقى بتاع مين؟ بتاع الجهد لوحده خلاص، وجزء بتاع التيار لوحده. فهيظهر لك في بيز في اكشوال وزاويه الفا على في بيز، واي وزاويه سالب بيتا على الاي بيز. بقى جزء الاس بريونت وليه زاويه بيساوي جهد بريونت واي بريونت، لان احنا قلنا البريونت بيساوي اكشوال على بيز. ده الخلاصه بتاعتنا، ان بقى الاس بريونت يساوي في بريونت وزاويتها في اي بريونت وزاويته، يعني الاس بريونت بيساوي في بريونت في الاي بريونت كونجيجيت. الاي العادي كان زاويته ايه؟ بيتا اللي هتستنى بس احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا معانا سالب بيتا اللي هي كونجيجيت. طيب يبقى كده عرفنا الاس بيز بريونت والفي بريونت والاي بريونت. فاضل لي مين؟ لازم برضو اجيب الزد بريونت. عشان اجيب الزد بريونت لازم اجيب البيز بتاعتي. فالبيز الزد عباره عن في على اي، هي في على اي، يعني هيساوي ايه؟ هيساوي في بيز سكوير على اس بيز. ما هو لو ضربت في الـ في الـ في الفي يبقى في في، وهنا تحت في في اي، يبقى في سكوير بيز على اس بيز. انا عارف ان الزد العاديه بيساوي في على اي، اذا الزد على زد بيز يساوي في على اي على زد بيز. الزد العاديه في على اي، يبقى على زد بيز زي المعادله الاولانيه دي كده، زي المعادله دي كده. طيب يبقى زد بريونت هيساوي الزد على زد بيز يساوي ار زائد جي اكس على زد بيز. انا لو خدت الار لوحدها على زد بيز وخدت الاكس لوحدها على زد بيز هيديني ار على زد بيز زائد جي اكس على زد بيز. فيبقى المحصله بتاعتي ان زد بريونت تساوي ار بريونت زائد جي اكس بريونت. انا خد بالك انا قسمت على مين؟ على زد بيز، مش بقى اجيبش ار بيز لوحدها واكس بيز لوحدها كل حاجه لوحدها، ده هما الثلاثه متساويين. الزد بيز يساوي ار بيز يساوي اكس بيز، انا خدت زد الامبيدنس اجمالا بيز. زي ما بقول برضو بالنسبه للباور، هي اس بيز بيساوي بي بيز بيساوي كيو بيز، هي إيه بيز بالنسبه للكل. طيب هناخد اكزامبل عشان نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. بيقول لي سولف فور زد واي اند اس ات بارت اوف اي وبي في الشكل اللي قدامنا ده، في الفيجر الاولاني قدامنا. وبعدين كده اعمل عد الحسابات بتاعتي، ريبيت ذا سوليوشن يوزنج البريونت كالكوليشن. لما تاخد الفي بيز يساوي 100 فولت والاس بيز يساوي 1000 فولت امبير، يعني 1 كيلو فولت امبير الاس.
draw corresponding baryonic circuit. ادي السيركت بتاعتنا بفيها المصدر بتاعي جهده 100 وزاويه 0. التيار المفروض هيطلع يخش فيه ثلاث عناصر ار واكس ال واكس سي، ار ب 8 والاكس ال ب 12 جي 12 والاكس سي بسالب جي 6 اوم. المفروض انت هتجيب التيار، يبقى التيار بتاعي بيساوي مين؟ بيساوي الفي على الزد، الزد اللي عباره عن ار زائد جي اكس ال ناقص جي اكس سي. ده الوضع بتاعنا الطبيعي بتاعنا عشان نجيب مين؟ نجيب الزد. طيب الزد بتاعتنا المحصلة بتاعتها هتبقى 8 زائد جي 6، يعني المحصلة بتاعتها هتبقى 10 وزاوية 36.8 أوم. ده في الدايرة بتاعت اللي قدامي ده. التيار بتاعي هيساوي كام؟ بيساوي الـ V بتاعي اللي هو بتاع السورس بتاعي اللي هو AB، خلاص نقطة دي نقطة A ودي نقطة B، تمام؟ على الزد ما بين النقطتين دول اللي هي المحصلة بتاعتي هيبقى 100 وزاوية 0 على 10 وزاوية 36.9، يطلع بكام بقى؟ 10 وزاوية سالب 36.9، ده التيار بتاعي. لو عايز اجيب الباور، الباور بيساوي في في اي كونجيت. الباور بتكلم على الابيرنت باور، هتساوي 100 وزاوية 0 في 10 وزاوية كام؟ اشارة التيار الكونجيت بتاعها لو تغيرها فيطلع بكام؟ ب 800 زائد جي 600 او بيساوي 1000 وزاوية 36. فانت البي بتيجي اللي هو جزء البي ده بيجي هي اس كوساين فاي، و الكيو بيساوي اس ساين فاي او ساين ثيتا. فالبي ب 800 والكيو كام؟ ب 600. ده كده بالوضع الاكشوال بتاعنا الاس اي ستاندرد، القيم الستاندرد فاليو. لكن لو اتكلمنا على البريود كالكوليشن هنختار للسيستم بتاعنا السبيس. فالجنريتور والحمل او السورس والحمل ليهم اس واحده اللي هو هناخده ب 1000 فولت امبير او 1 كيلو فولت امبير. طيب الزد بيز هتساوي كام؟ احنا برضو قلنا اخترنا ان الفي بيز بتساوي 100 فولت. الزد بيز بيساوي زي ما قلنا قبل كده بيساوي في بيز سكوير على اس بيز، يعني 100 سكوير على 1000 يعني ب 10 اوم، يدي الزد بيز. طب الاي بيز بكام؟ باس بيز على في بيز، يعني 1000 على 100. انت بتحسب قيمك منين؟ الاي بيز بيحسب من على حسب الاس بيز والفي بيز. انت الاول بتختار حاجتين اس بيز وفي بيز، وبعدين تحسب التيار البيز والزد بيز والكلام ده كله، وعليه هتلاقي الفي بيز بيساوي كام؟ بيساوي الفي اكشوال على الفي بيز، الفي بريونت سوري، بيساوي الفي اكشوال على الفي بيز. الفي بيز بتاعه ب 100 من غير زاويه، زاويته 0، فيطلع لي ده ب 1 وزاويه 0 بريونت. طيب الزد بريونت بيساوي ايه؟ بيساوي الزد بتاعتي اللي هي 8 زائد جي 12 ناقص جي 6 على 10 اللي هي زد بيز فطرناها، يطلع 8 من 10 زائد جي 6 من 10 يعني بواحد وزاويه 36. شفت الملاحظه ان الزاويه بتاعتي ما لهاش علاقه بالبريونت ولا بالبيس، هي زاويه واحده، لكن القيمه بتاعتي هي 1 بريونت. الزد مختلف لكن الزاويه ما اتغيرش. طب الاي بريونت بيساوي ايه؟ بيساوي الفي بريونت على زد بريونت، خلاص لان انا بحسبه من الدايره بتاعت الزد نفسها، من الدايره بتاعتي. سواء 1 زاويه 0 على 1 زاويه 36 يطلع ب 1 زاويه سالب 36 بريونت. بعد ما جبت كده عايز نجيب الاس كبريونت، يساوي في بريونت في الاي بريونت كونجيجيت، هو كونجيجيت مش فارق معايا في الاكشوال او في البريونت. فيطلع الكلام ده ب 1 زاويه 36، خلاص يعني 8 من 10 زائد جي 6 من 10. ده كده مين؟ كده بريونت. انا عايز اروح اجيب الاكشوال فاليو بقى للتيار وللزد والمين والاس. التيار يبقى هنقول الاي اكشوال بيساوي الاي بريونت في الاي بيز. الاي بيز قلنا بكام؟ ب 10. طب الاي بريونت بكام زي ما انت حسبته من شويه؟ 1 وزاويه 6 سالب 36، فيطلع ب 10 وزاويه 6 زي ما حسبناه في الحكايه لما بنحسب اكشوال بس. طب الزد بتاعتي زد بريونت في زد بيز، يبقى 8 زائد جي 6. طب الاس بتاعتي يساوي زد بريونت الاس بيز، سوري اس بيساوي اس بريونت في الاس بيز، فيديني 8 من 10 زائد جي 6 من 10 في 1000 بيز، خلاص مش فارقه معايا الاثنين، يبقى 800 زائد جي 600. دي كده حسابات بريونت كالكوليشن. كده سيستم كان بسيط وما فيهوش مشكله، لكن لما يظهر بقى عندك ترانسفورمر يبدا يختلف. انت كان السيستم كله كان ليه في بيز واحد، لكن هنا بقى مختلف. ليه؟ عشان احنا عندنا ترانسفورمر زي اللي عندنا ده، في البرايمري اللي هي جوه، السكندري اللي هي جوه، يبقى هنا في عدد لفات ان واحد وهنا عدد لفات ان اثنين. يبقى نسبه التحويل بتاعت ايه؟ في واحد على في اثنين يساوي ان واحد على اثنين، يعني في واحد يساوي ان واحد على ان اثنين
في في 2 خلاص. طيب برضو بنفس الكلام التيار بتتحسب بالنسبة العكسية، ان اي 1 على اي 2 بيساوي ان 2 على ان 1، يعني ايه؟ كأنك بتساوي مجموعهم بيساوي 0. ده نسبة التحويل بتاعتك. طبعا في سالب عشان خاطر الـ dy by dt، احنا ممكن نشيل السالب معانا من الاعتبار. فالنسبة دي خلتني عندي 2 ليفل من الجهد، فاتنين ليفل من الجهد لازم تشوف لي بريود لكل واحدة. لما تيجي تتكلم تقول لي ايه؟ لما نيجي نختار بالنسبة للسيستم زي ده بنختار في اس بيز للسيستم كله. ليه؟ ان الترانسفورمر مش هيفرق، يفرق الباور في الدخل او الخارج، لان هو نسبه التحويل جت من ان الاس بيت واحده في الكل، زي المعادله اللي قدامنا دي، اس بيز 1 يساوي اس بيز 2 يساوي اس بيز، هي واحده ما تتغيرش. لكن الفي بقى، الفي بيز 2، لو انا اخترت في بيز 1 في المنطقه ديت يبقى لازم اروح احسب في بيز 2. طب في بيز 2 يساوي ان 2 على ان 1 في في بيز 1. يبقى انا بختار اس في بيز وبحسب للمنطقه الثانيه، وبحسب المنطقه الثالثه، بحسب المنطقه ايه بختار اي سيستم بختار له واحده وبنحسب المنطقه الثانيه. طب المنطقه الناطق بتتحسب منين؟ بنيجي نقسم الترانسفورمر نصين ونقول دي منطقه رقم واحد دي منطقه رقم اثنين، دي كده رقم اثنين، لكن دي كانت منطقه رقم واحد خلاص. وعليه ان سيادتك بعد ما تشوف تفرض في بيز واحده وبعدين تحسب الفي بيز 2، لما عرفنا يبقى عرفنا كده الاس بيز بتاع الكل، الفي بيز بتاع كل منطقه، وعليه نقدر نحسب الاي بيز بتاع كل منطقه، وانا عارف الاي بيز يساوي الاس بيز على الاي بيز على سوري الفي بيز، فيديني الاي بيز. اذا تقدر تحسبه لاي منطقه، بس لما تيجي تحسبه هتلاقي برضو في علاقه ما بين مين؟ الاي بيز الاي بيز في المنطقه الاولى للثانيه، نسبه برضو التحويل بس عكس. بعد ما عملنا الكلام ده تعال نشوف هل البريونت كالكوليت البريونت فاليو في المنطقه الاولى زي الثانيه. ان الفي واحد على في بيز ده اللي هو الفي واحد بريونت، دي اكشوال واحد على في بيز واحد، دي الاكشوال اللي هي بريونت بتاعت واحد. ده هيساوي ايه؟ يساوي ان واحد على ان اتنين في في اتنين، ده دي اللي هو مين؟ ده الفي واحد على الفي بيز واحد. طيب الكلام ده يساوي ايه؟ البيز بتاعتي هي اصلها لما ننسب الاثنين اصلها ايه؟ لو شلت الفي بيز واحد يساوي ان واحد على اثنين في الفي بيز اثنين، زي ما احنا شايفين في المعادله ديت، مع الفي بيز واحد هي بتساوي دي كده من اللي احنا قلناه من شويه. هتيجي تشوف تلاقي ان واحد على ان اثنين يروحوا مع بعض فوق في البص المقام، يفضل لك في اثنين على في بيز. يبقى في واحد على في بيز واحد يساوي في اثنين على في بيز اثنين، يعني في بيز واحد يساوي في بريونت 2. البريونت هنا هو بريونت هنا. اذا السيستم نقدر نمثله دلوقتي كبريونت كالكوليشن، واجمع واطرح زي ما انا عايز، ما عادش فيه مشكله. انا هاخد اكزامبل، بيقول لي في الاكزامبل اللي جاي ده عن ترانسفورمر بس ليه 3 وايرنج، في 13.18 كيلو فولت على 138 كيلو فولت، ده الهاي فولت سايد، وفي ترشري سايد بتاعه له 457000 كيلو فولت عند الريتد باور بتاعه 50 ميجا فولت امبير و40 ميجا فولت امبير و10 ميجا فولت امبير، ده الريتنج بتاع التيرمينال الكلي. بيقول لك التيرمينال الاولانيه ديت كان ده السورس بتاعي وكان الجزء بتاعه كده، التيرمينال الثانيه كان الهاي فولت سايد ده عليه حمل 35 ميجا فولت امبير، عندي لاجنج باور فاكتور كام؟ ده الحمل الفعلي، عندي لاجنج فاكتور 866 من 1000 لاج. طب الملف الثالث جوده ده وعن عليه الريتنج بتاع الحمل بتاعه، الحمل اللي عليه دلوقتي 5 ميجا فولت امبير، والباور فاكتور بتاعه ليدنج باور فاكتور. يقول لك خد ان الاس بيز بيساوي 10 ميجا فولت امبير، والفولت بيز بتاعي اختاره على حسب الريتنج بتاعك. يبقى هنحسب، انا عندي 3 وايرنج، يبقى هنحسب اس في بيز لكل منطقه، لكن اس بيز بالنسبه للسيستم كل واحد. بيقول لك سولف فور ذا برايمري كارنت باور اند باور فاكتور ودرو البريونت ايكوفالنت سيركت، لازم نشوف البريونت سيركت. وعليه دي ادي السيستم بتاعي بالشكل ده، في عندي جنريتور بيدي الطرف الاولاني ده اللي هو الجهد في واحد، وفي الطرف الثاني رايح للحمل الثاني اللي هو ده، ودي الطرف الثالث رايح للحمل الثالث ده، الحمل الثاني الثالث. احنا لاج يعني مقاومه ملف، ليد يعني مقاومه مكثف، عشان كده دي اتمثلت بالشكل ده. فعايزين نشوف الحسابات بتاعت عامله ازاي. اول حاجه
ان احنا اخترنا اس بيس بالنسبه للسيسم كلها ل 10، يبقى الاس 2 بير يونت بيساوي الاس اكشوال 2 اللي 35 على 10 اللي هي اس بيس بتاع السيسم كله، بتطلع 3.5 بير يونت. طب اس 2 معاه زاويه ايه؟ عشان احنا قلنا لاج بكام؟ 30 درجه، لان 866 من 1000 لاج. اللاج دي يعني اشاره التيار بالسالب، لان لو جودي ريفرنس بالنسبه لي، يبقى اشاره الجودي ايه؟ ما احنا قلنا كونجكيت، يبقى اشارتي بالموجب. طب اس 3 بتساوي 10 5 اللي هي الريتنج بتاعها او قيمتها على البيز 10 تيجي نص. طب واحنا قلنا هنا ليد، الليد التيار يبقى بالموجب، يبقى الاس بالايه؟ بالسالب. وعليه الفي 1 كابريونت، خلاص هيساوي البيز الاكشوال على البيز، وهما الاثنين قد بعض، يبقى هيساوي 1 بريون. في 1 بريون بيساوي في 2 بريون بيساوي في 3 بريون، لان نفس الترانسفورمر هيبقى 1 وزاويه 0. خلاص ده الريفرنس بالنسبه لي. اس 2 هيساوي ايه؟ ما انا عايز اعرف التيارات بتاعتي قد ايه، لان عندي اس هيساوي، انا عارف ان الاس بيساوي في في اي كونجيجيت. طب لما نبقى عايز الاي، يبقى ناخد كونجيجيت للكل، نرجع التيار لاصله، نخلي الاس كونجيجيت، نخلي الفي كونجيجيت، يبقى الاي 2 هيساوي اس كونجيجيت على في كونجيجيت، او اس على في كونجيجيت 2، يبقى يساوي 3.5 القيم اللي عندي. ماشي، 3.5 على مين؟ وزاويه سالب 30 درجه، لان الاس 2 فين؟ اهي 3.5 وزاويه سالب. طب التيار الفي 1 وزاويه 0، فيديني 3.5 وزاويه سالب 30 درجه، ده التيار اي 2. طيب اي 3 بنفس الكلام، اس 3 كونجيجيت على في 3 كونجيجيت يساوي نص وزاويه 30، ان الفي 3 بيساوي 1. المفروض ان التيار بتاع المصدر بتاعي هو مجموع تيارين، الخارجي بتاعك اللي هو اي 2 زائد اي 3 جمع طبعا اتجاهي مقدار وزاويه زائد مقدار وزاويه، هيديني ان التيار اي 1 يساوي كام؟ 3.75 وزاويه سالب 23.4 درجه بريون. خلاص احنا كده عرفنا التيار، وانت عارف ان في 1 بكام؟ يبقى الاس 1 بكام يا سيدي؟ اس 1 بيساوي في 1 في اي 1 كونجكيت، يديني مين؟ يديني الباور بتاعتي كبريوريت. انا عايز الاكشوال باور، يبقى نضربها في مين؟ في البيز اللي هي 10، يبقى اس 1 كاكشوال يساوي اس بريونت في الاكشوال، يبقى 37 نضربنا ب 10 37.75 ميجا فولت امبير. وباور فاكتور كام؟ انت عندك زاويه 23، ده كده بالموجب معناها لاج، خلاص، لان كان التيار بالسالب، فيديني مين؟ يديني الباور فاكتور بتاعي ده، وهو لك باور فاكتور. معنى الكلام ان اي واحد انا كنت جايبه بالبريونت، انا عايز اجيبه اكشوال، اضربه في مين؟ في الاي بيز. طب الاي بيز بكام يا سيدي؟ بيساوي في بيز على مين؟ على على اس بيز على في بيز. هيطلع التيار بتاعي كاكشوال فاليو بيساوي 2736 امبير، ده قيمه الاكشوال كرنت بتاعتي، ده بالنسبه لاي 1، ده القيم بتاعتي بعد ما ايه؟ ما البريونت كوانتيتيز او الشكل الامبيدنس دايجرام او الرياكتنس دايجرام بالنسبه لنا السيستم او الدايجرام يتقال عليه رياكتنس دايجرام طول ما كل السيستم متمثل رياكتنس ما عدا اللود. اللود هو اللي لازم يتمثل بالامبيدنس لان في باور فاكتور، لكن لو اي عنصر تاني بقى فيه ار واكس يبقى يتسمى امبيدنس دايجرام. يعني لو عندي جنريتور، ترانسميشن لاين، ترانسفورمر، اي حد من دول هو اكس يبقى كله اسمه رياكتنس، ماشي، بغض النظر عن اللود شكله ايه. لو حد فيهم فيه ار يبقى يتسمى امبيدنس بقى، خلاص تمام. الكلام اللي احنا قلناه ده كان حسابات بتاعتنا في السنجل فيز، هنلخصه عشان الخطوات بتاعتك الاختيار. اول حاجه تختار ميجا فولت امبير بيز للسيستم، بعد كده تختار كيلو فولت بيز للمنطقه، وبعدين تحسب الايه المناطق الثانيه على حسب الترنز ريشيو بتاع الترانسفورمرز بتاعته ككيلو فولت بيز، ماشي. بعد كده بتعمل الكالكوليشن للامبيدنس بيز والكرنت بيز بالميجا فولت امبير بيز والكيلو فولت بيز على المعادلتين اللي قدامنا دول، وتطلع قيم البريونت بتاعتك بيساوي الاكشوال على الايه البيز. عايز تجيب الايه الاكشوال، تقول البريونت بتساوي
سوري الاكشوال بتساوي باليونت في البيز. طيب لو احنا اتكلمنا على 3 فيز بقى، عايزين نشوف 3 فيز، 3 فيز يبقى الباور بتاعتي ما بقتش بس الجودة، ما بقاش في فيز، تبقى جودة لاين. لما بنيجي نشتغل بنشتغل على اس 3 فيز، يبقى بنختار الفولت امبير بيز ل 3 فيز او بالميجا فولت امبير ل 3 فيز، وبنختار الجودة بتاعنا اللاين تو لاين، يبقى في لاين بيز خلاص. وبعد كده بنحسب حسابات مين؟ التيار بتاعتي والامبيدنس. طب التيار بيز بتاعنا هيساوي كام؟ اخترت اس بيز للسيستم كله واخترت في بيز للمنطقه. ما هي الاس بتساوي في جذر 3 في في اي، يبقى هنقسم على مين؟ على الاي بيز يساوي الاس بيز على جذر 3 في الفي لاين بيز بتاع المنطقه اللي وعليه. هنروح نحسب الزد بيز لاي ما لاي، لو التوصيله بتاعتي كانت ستار كونكشن او ما قاليش عليها يبقى هي ستار اساسي، بيساوي في بيز لاين لاين تو لاين طبعا تربيع الاس بيز خلاص. هي دي جايه من التحويله بتاعت الايه الطيارات بتاعتي، فطلعت بيساوي في لاين تربيع على اس بيز. او لو كانت دلتا هيبقى يظهر فيها 3 بقى، عشان خاطر ايه الفيزا شايفه جهد قد ايه، ده شايفه جهد ده لاين مش جهد، شايفه جهد ايه فيز خلاص، فيبقى فيها 3 مضروبه في 3. حسابات البريونت كالكوليشن زي ما قلنا يساوي الاكشوال فاليو على البيز فاليو. ده اكزامبل سريعا هنشوف، بيقول لي كونسيدر بالانس 3 فيز 60 ميجا فولت امبير 8.10 باور فاكتور لاجنج لود، سيكونس بتاع اي بي سي كان الجود بتاع جود لاين يساوي 13.8 كيلو فولت عند الباص عند، وهنختار الاس بي اس بتاعي 100 ميجا فولت امبير، والجود لاين بتاعي او الاس بي الفي لاين الفي بيز بتاعتي 13.8 كيلو فولت. بقول ديترماين اول باسز، ديترماين اول فولتج كارنت وامبيدنس بالاس اي فاليو، يعني بالقيم الاكشوال بتاعتها والفاليو. انت قلت الباور بتاعتي بقد ايه؟ هنختار الاس بيز بالنسبه للسيستم كلها 100، يعني الاس بتاعت الفيزا الواحده هنقسمها 3 لان الثلاث فيزات قد بعضها، لو احنا بنتكلم على بالانس اساسا. خد بالك ان انت ممكن تعمل حساباتك على 3 فيز او بسنجل فيز، احنا ممكن نعمل بالاثنين بس احنا على ايه؟ نقول لك سنجل فيز عامله ازاي واحنا نحسب بعد كده، او انت هتحسب حساباتك كلها على 3 فيز. يعني مش لازم تقسم على 3، مش لازم تجيب الفي بيز في لاين على جذر 3. احنا عاملينها كده عشان نشوفوا جهود الفيز ذات نفسها قيمه قد ايه خلاص. طب الاي بيز بيساوي كام؟ بيساوي الاس بيز على الفي بيز اللي هي بتاعت الفيزا على فيزا يديني دي. او لو انت قلت كان ممكن تقول الاي بيز تساوي الاس بيز كامله زي ما احنا قلنا قبل كده، وفي جذر 3 في المقام هناك هنا او هنا الاثنين زي بعض. زد بيساوي بيساوي في بيز على اي بيز تديني مين؟ الزد بيز. وعليه هنعرف الفي اي ان بتساوي قد ايه يا سيدي؟ اللي الفيزا الاولانيه بتساوي ده جهدها بالكيلو فولت، ان هي بتساوي الفي لاين على جذر 3، هتقسمها على الفي بيز بتاعت الفيز، يعني كانك قلت الفي لاين على الفي بيز بتاعت اللاين، او الفي لاين اكشوال بتاعت الفيز سوري الفي فيز على الفي بيز بتاعت الفيز، هي هدي لك واحد بير يونت. لان انت خد بالك لما تيجي تعمل حساباتك بتحسب على مين؟ على الفيز فاليو، لما تيجي تجمع بتجمع على الايه الفيز الزد بتاعتك في الفيز، عشان تاخد بالك وترجع بجهودك جهد اللاين تاني. فالفي بي برضه بنفس الكلام بس هتبقى بزاويه سالب 120 درجه، الفي سي بزاويه موجب 120 درجه كبير يونت، هي اياها الزاويه مش بتفرقش معاك. طب الاس اي وبي وسي، ما هو الثلاثه قد بعض، بيساوي الاس بتاع 3 فيز على كام؟ على 3، يعني هيطلع الاكشوال بتاعك 20 ميجا فولت امبير او 6.10 بير يونت، ان قيمه كل واحده 20 على الاس بيز بتاعتك اللي كنا مختارينها كام، فهيديني كام؟ 6.10 بير يونت. وعليه هتجيب الاس الاولاني الثاني الاي والبي والسي، هي بدل ما هي اس فولت امبير ممكن تبقى بي زي جي كيو خلاص، هتبقى 48% بير يونت زائد جي 36% بير يونت، مش عط ومش مش فار تمام. الاي بتاع الفيزا الاولى هيساوي الاس بتاع الفيزا الاولى على الفي اي بتاع الفيزا الاولى، بس كله كونجيجيت،
فهيديني يمين يساوي 2 51% وزاوية سالب 36 عشان ده لاج ماشي، يعني 6 من 10 دي بالكيلو فولت أو 6 من 10 وزاوية سالب 36 و9 من 10 بريونت. خلاص الأي بي بنفس الكلام بس هنشفت بزاوية سالب 120، أي سي يبقى موجب 120 عند القيم بتاعتك. بعد كده هتجيب الزد بتاعتي كستار فاليو ماشي يساوي الفي اي ان على الاي اي، يبقى معه مباشرة وجود الفيزا على اي فيزا هيدي لك من القيمة بتاعتك يا اكشوال فاليو مقدار وزاوية خلاص او حقيقي تخيلي، وبيساوي مين بالبريونت هنقسم على مين على الزد بيس. لو انت هتقول والله ده الحمل ده هيتمثل كدلتا، ما الدلتا القيم بتاعتك بتساوي 3 من الزد بتاعت الستار، فهتضرب في 3 هتدي لك الزد بتاعتك بتاعت الايه البريونت كالكوليشن لو انت مثلته بكستار كدلتا. برضو بنفس الكلام لو انت عايز تشوف الفي لاين لاين اي بي سو الفي اي ان ناقص الفي بي ان، يعني سوي القيمه ما ايه في جذر 3 والزاويه بتاعتك معاك 30 درجه بقى مش زيرو، فيطلع الكلام ده ب 1.73 بدل ما واحد بقى انت ضربت في جذر 3 وجذر 3 هو ايه 1.732 والزاويه بتاعتك 30 درجه، موجب 30 درجه. البي هتبقى شفت الفي بي سي هي شفت عن الاي بي بزاويه 120، السي اي زاويه موجب 120 يدي لك ايه 150، لو انت جمعت ال 30 يديك 150. يعني الخلاصة بتاعتك ان انت هتختار ميجا فولت امبير بيز للسيستم كله، هتختار كيلو فولت بيز لمنطقة وبعدين تحسب الكيلو فولت بيز للمناطق التانية وبعدين تجيب الاي بيز لكل منطقة وبعدين الزد بيز لكل منطقة وتحسب حساباتك كلها وبعدين تشوف تياراتك وبعدين ترجع للاكشوال فاليو. الكلام ده لو انت عطيلي القيم الزد بالاوم. طب لو انا عطيك الزد كبريونت، لان معظم الكلام نيجي نقول والله الجنريتور ده هو الريتنج بتاعه ونقول لك القيمه بتاعه الاكس بتاعته 5%، 5% يعني هي دي البريونت بتاعته. بس بريونت لما عملت بريونت انا عملت ايه؟ حسبت للاس بيس بتاعته. الجنريتور ده قلت لك بيساوي الريتنج بتاعه 100 ميجا فولت امبير والاكس بتاعته 5% يعني 5% بريونت، يبقى انا عامل عند حساباته شفت الفي بيز بتاعته قد ايه والاس بيز بتاعته دي وحسبت الاكس بتاعته. لا انا طب ممكن السيستم بقى في الوقت ده يبقى فيه ترانسفورمر وليه ريتنج وفي ترانسميشن لاين وفي لود والريتنج مختلف، فاذا لازم احسب حسابات البريونت بتاعتي الجديده بتساوي كام. يبقى الاس اكشوال على الاس بيز بتديك البريونت خلاص خلصت، لان السيستم كله ليه بيز واحد، الفي بيز كل منطقه خلصت وعلى حسب الترنزريش. لكن يفضل لي مين؟ الاكس. الاكس بقى ليها اكس بريونت قديمه، ما الجنريتور انت مش قلت لي لسه 5%؟ طيب كان البيز بتاعه كام؟ ب100. طب البيز بتاعه الجديد او بتاع السيستم مثلا ب200، بقى في جديده اللي هي 200 وفي قديمه اللي هي 100، فالاكس بريونت الجديده بتساوي الاكس بتاعته القديمه اللي 5% مضروبه في الميجا فولت امبير بيز الجديده اللي هي 200 ميجا فولت امبير على الاس بيز بتاعته القديمه اللي هي كام 100 بس مضروب في مين في الكيلو فولت بيز القديمه على الكيلو فولت بيز الجديده. ما هو كان ليه جهد وبقى له جهد، القديمه بقى على الجديده لان انت اصلا كان المعادله بتاعتك في بيز سكوير على اس بيز، بس ده مربعه خد بالك الكيلو فولت بيز مربعه، اعمل يعني حسابك بنتكلم ميجا فولت امبير يبقى تحط ميجا فولت بتحط 100 بس، يبقى 100 على 200 او 200 على 100. طب الفي بالكيلو فولت هي 100 كيلو فولت بتحط 100 بس، تحت هي مش عارف 30 كيلو فولت تحط 30 بس خلاص، يبقى دي يديني الاكس بريونت الجديد. يبقى دي لو ايه لو انت كنت عندك اكس بريونت، لو كانت اكشوال لا ده هي بتساوي ايه بتقسم على زد بيز اللي هي في بيز سكوير على اس بيز، لكن لو هي كانت بريونت هتجيب البريونت الجديده.